مؤخرا وعلى شاشة سي بي سي ابتدى يتعرض برنامج للأطفال اسمه رحلة سعيدة، والحقيقة أنه هو فعلا رحلة سعيدة، رحلة ممتعة ولطيفة وجميلة ومسلية. كان الانطباع اللي كان موجود من أول الحلقات اللي اتذاعت، كل الناس اللي اتفرجت عليه ومن حلقاته الأولى جالها نفس الإحساس الإيجابي الجميل عن برنامج رحلة سعيدة. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم معانا في رحلة جديدة من رحلتنا السعيدة. بنعمل حاجات كتيرة جدا وتحديات كتيرة جدا. هل انتوا جاهزين عشان نبتدي الرحلة بتاعتنا؟ ماشي، عملت كده ايه؟ ماشي، يلا بينا عشان نلعب بسرعة. عرفينا على نفسك اكتر، بتحبي ايه؟ بمثل. جاتي تلعب بوكسينج. اخبار الانضباط عندكم ايه في البيت؟ غلط. صح، فتاة القوة يا ماما، فتاة القوة. سوبر هيرو يعني على فكرة. يا ولد على الثقة. حكاية جديدة من حكايات ماما سماء. الله، حاجة غريبة قوي يا ولاد. مين هنا شاطر في الحساب؟ أنا شاطر. وحلاوة وطعام ولذيذة. مامي وقعت. طب ينفع؟ برافو. جينا بقى الألعاب التسعينات، الألعاب اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين. خلص الماتش ودلوقتي جه معاك كلمة السر والكنز أكيد في الرحلة. من أهم العناصر اللي في البرنامج ده هو اللي بتقدمه زهرة رامي، روح ولطافة وخلفية في الغنى وخلفية في التمثيل وخلفية في الراديو، موهبة متكاملة. يمكن كانت الاختيار الأنسب والأجمل لبرنامج رحلة سعيدة. النهاردة هنكون مع البرنامج ده ومع الإعلامية والفنانة والإذاعية الجميلة زهرة رامي. زهرة، يا زهرة، يا زهرة، زهرة رامي أمرة. تفضلي يا زهرة. اشرب ميه. شفتي يا برامج الاطفال بتعمل نجوميه جامده جدا. اه، ما كنتش اعرف كده، كانوا بيقولوا لي العكس. لا لا لا، اغفل ابدا كل عناصر البرنامج، الاعداد والتنفيذ، كل التفاصيل، الكاتبه الكبيره، كاتبه الاطفال الشهيره سماح ابو بكر، يعني في عناصر كتيره عظيمه. الف مبروك عليكي. الحمد لله. الله يبارك فيكي. والله يسلمك. عملتي حاجات كتيره قوي في حياتك. غنى وغنيتي. والله. قولي لي، عملتي حاجات كتير قوي. غنيت ومثلت واخرجت ولحنت وعملت وقدمتي برامج للكبار وبرامج برامج للكبار وللصغيرين وللشباب وللمهرجانات وللافلام وللمزيكا وكل. الحمد لله. عندك محبه لحاجات كتير وعملتيها. الحمد لله. معظمها عملتيها بنجاح. الحمد لله. جدا. الحمد لله. ايه بقى رحله سعيده ابتدى ازاي والروح اللي انت دخلت بيه البرنامج؟ رحله سعيده طبعا حلم بيتحقق بعد سنين طويله، زي ما بقول نحت في الصخر يعني. لانه يمكن انا من 2013 بعمل اطفال في الاذاعه، ومن اوائل الناس في الجيل ده اللي عملت، يعني اللي هو ايه، انا بصوا يا جماعه انا عايزه اعمل الصبح زي ماما فضيله ما كانت بتقول الصبح حدوته، عايزه اعمل حدوته. هي ابتدت من هنا. لان قبل ما كنت ابقى مذيعه كنت ستوري تيلر، فهي الفكره جت من اشتغلت حدود. ستوري تيلر. اشتغلت. طب انا هقول لكم اشتغلت ايه زهر. اولا دي من اجمل الشغلانات، وكتير من الامهات هيبقوا عارفين لما بيبقى اولادهم في سن 3 4 سنين قد ايه دي حاجه جميله. أيوة. بنروح للمكتبات الكبيره قوي ونقول لهم احنا عندنا طفل، يقولوا لنا احنا مثلا يوم الثلاث. صح، اثنين وجمعه كانوا. ايوه. تيجي شابه لطيفه تجيد القراءه والحكي والتوصيل. أيوة. تقعد كده وحواليها اطفال ويقعدوا يحكوا، وغالبا غالبا انت قريتي لبنتي زمان حدوته. الله، غالبا بجد. يعني غالبا. الله غالبا. الله، عشان كده بحب التالنت ده. يا روحي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.